لماذا برأيك يعتبر الكريملين الرئيس ماكرون بالزعيم الأوروبي الأكثر تطرفاً؟ أنا أعتقد بأن إيمانويل ماكرون يسعى لقيادة دبلوماسية أوروبية بفرض ليس مجرد وجهة نظر، ولكن أيضا استعادة القاطرة التي تجعل من فرنسا قوة قادرة على قيادة كل ما يمكن أن يؤصل موقفا استراتيجيا في جميل، هذه الحرب. يعني تعتقد أنه عن قصد تعمد استفزاز الكريملين، استفزاز موسكو بتصريحاته حول إرسال الجنود إلى أوكرانيا للقتال من أجل أن يتصدر المشهد كزعيم أوروبي، يعني أن يقود مشعل يعني الزعامة في أوروبا وأن يأخذه ربما من الولايات المتحدة وبريطانيا أيضا؟ شوف، أنت ترى بأن يعني في مثل هذه الصراعات التصعيد الكلامي لا يرقى بالضرورة إلى درجة الاستفزاز. أنا ربما لن أستخدم هذه الكلمة، ولكن ما هو مؤكد أن الرئيس الفرنسي جعل من رؤيته لهذا الصراع رؤية شخصية بالإضافة إلى الرؤية الجماعية التي تشترك فيها دول حلف الشمال الأطلسي، ولكن ليس إلى حد الدخول في صراع مسلح. أنت تعرف بأن موقف أولاف شولتز مثلا يختلف عن موقف إيمانويل ماكرون. بقية الدول الحلفاء في منظمة حلف الشمال الأطلسي موافقة على إرسال الأسلحة، على تقديم الخبرة لأوكرانيا، على تقديم المشورة، ولكن ليس على الدخول مباشرة في صراع مسلح عن طريق إرسال قوى، خاصة أن أوكرانيا ليست دولة عضوة في منظمة حلف الشمال الأطلسي. طيب، أذهب إليك في موسكو الأستاذ نزار بوش، أجدد الترحيب بك معنا في غرفة الأخبار. كيف تقرأ هذا التحول في النبرة الفرنسية حيال الحرب في أوكرانيا؟ هناك من يعتقد أنه نبرة أو ماكرون انتقل من معسكر الحمائم الداعي يعني للحلول الدبلوماسية في الحرب في أوكرانيا إلى معسكر الصقور الآن، فكيف تقرأ هذا التحول؟ نعم، تحية لك ولضيفك. حقيقة لا أرى بماكرون صقرا حقيقة. من وجهة نظري الشخصية هناك مشاكل كثيرة في الداخل الفرنسي، وضيفك الكريم يعرف ذلك، ونحن على تواصل وأنتم أيضا، إن كان في البطالة، إن كان في الاقتصاد، إن كان في طبعا ارتفاع أسعار المواد. وهنا ماكرون يريد، لديه نظرة نرجسية حقيقة، من منطق النرجسية هو يتحدث، يريد لفت الأنظار إلى شخص تماما، لأن هناك شعبيته في الداخل الفرنسي لا تتجاوز 29%. هذا واحد. ثانيا، أنتم تعرفون أن كل تصريحاته هذه يعني ذهبت هباء منثورا، فشولتز لم يوافقه بإرسال قوات. بولونيا أيضا اليوم تحدثت وقالت نحن لن نرسل شبابنا إلى أوكرانيا ليموتوا، وقبلها بداية الولايات المتحدة الأمريكية قالت لن نرسل جيشا أو جنودنا إلى هناك. وأيضا حتى الأكثر تطرفا من الدول طبعا حلف الناتو وهي دول البلطيق، اليوم تحدثت على ما أظن رئيسة وزراء لاتفيا وقالت أننا لا، هذا يعني الخيار غير مطروح ولن نرسل جنودا. إذا أعتقد ماكرون من وجهة نظري هو يتحدث بنرجسية ويريد لفت الأنظار إليه ليقول للأوروبيين أو القارة العجوز أنني هنا، أو فرنسا عادت من جديد وتريد لعب دور أكبر وتريد قيادة طبعا أوروبا. وهنا أريد أن أنوه إلى أمر مهم جدا أيضا،
لأن ماكرون فقد طبعا دوره في طبعا أو فرنسا بالأكمل وليس فقط ماكرون وعلى رأسها ماكرون فقدوا دورهم في أفريقيا وشمال أفريقيا وفي لبنان وفي الجزائر. أعتقد أن فرنسا الآن أفلست من أدوارها التي كانت تلعبها سابقا عندما كان جاك شيراك وهو الرئيس الأخير من الديغوليين وطبعا فرانسوا ميتران وغيرهم. أما بعد أن طبعا جاء أولاند وماكرون وساركوزي أعتقد أفقدوا طبعا فرنسا معناها السياسي، قوتها العسكرية، قوتها الدبلوماسية. فلذلك نرى ماكرون الآن يريد أن طبعا أن يري ويقول للعالم أننا موجودون ونريد أن نقود أوروبا. ولكن على ما أظن ومن وجهة نظري أخيرا الشخصية أن أوروبا مسلوبة السيادة لأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هما اللتان تقودان أوروبا وعلى وأيضا فرنسا بما فيهم فرنسا وألمانيا. نعم. سيد ضيفي من ليون، هل لديك أي تعليق على ما قاله ضيفي من موسكو أولا حول مسألة أنه ماكرون يعني لم يتحول من معسكر الحمائم إلى الصقور، بل هو يريد ربما التغطية على أزمات داخلية داخل فرنسا؟ تغطية لا أعتقد، ولا أعتقد أن الرئيس الفرنسي له نفس الجسدية، فقط هو يؤمن بهذه الخطوة ولكن هذه الخطوة لا يستطيع أن ينفذها وإن لم يكن مدعوما من حلفائه في الشمال الأطلسي. هناك انقسام في الطبقة السياسية الفرنسية، حتى ولو كان هناك شبه وفاق على مسألة القيم الديمقراطية وأن مسألة أن أوكرانيا ينبغي أن تحافظ على تحريرها من التواجد الروسي في هذه الأراضي التي تم ضمها، إلا أن هناك ملاحظات من المراقبين السياسيين تكاد تجمع على أن خطاب إيمانويل ماكرون في العام 2022 كان مختلفا تماما عن الخطاب الذي ينادي به الآن. يعني لا. في بداية الحرب كان من القيادين الأوروبيين القليلين، لم يكن الوحيد الذي سافر إلى روسيا للدخول في حوار مطول مع بوتين ودعوة إلى المفاوضات. الآن لم نعد نسمع دعوة إلى المفاوضات، وفيما بل على العكس دعا يعني إلى إرسال جنود وربما إرسال جنود فرنسيين إلى أوكرانيا حتى يحاربوا الروس ويقاتلوا الروس. ولكن السؤال، هل هذا يعني يمكن أن يحصل حقيقة؟ تحت أي ميد الله؟ إن كان سيحصل لابد أن يحصل تحت ميد الله، والميد الله الواحدة تكون مظلة، إما مظلة أممية وهذا لن يحدث، أو مظلة دول حلف الشمال الأطلسي. والانقسام الذي وصل إلى أوجه بصوت شولتس وغيره من القياديين، يعني مستر بوش ذكر أيضا البولنديين وذكر الدول البلطيق، يعني هذه الدرجة من الانقسام حتى على مستوى طبيعة السلاح التي ينبغي إرسالها وحتى على مستوى الدعم المادي الذي ينبغي تقديمه لأوكرانيا ليس هناك وفاق. فماذا عن خوض حرب وإرسال جنود من الدول الحلفاء في منطقة الشمال الأطلسي، فضلا عن كون أمريكا تقريبا سحبت يدها من الموضوع؟ يعني إرسال العدد العسكري الأمريكي إلى أوكرانيا صار بالقطار الآن. طيب سيد نزار في موسكو، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان دائما داعما للجهود الدبلوماسية والتفاوضية من أجل حل الحرب، أزمة الحرب في أوكرانيا، الآن هو يتحدث بنبرة مختلفة تماما. يعني هو قال إنه يعتقد أنه من أجل الحفاظ على السلام يتعين على أوروبا أن تكون مستعدة للحرب، وهو دعا إلى إرسال جنود للقتال في أوكرانيا. لماذا حلال على الروس، على المسؤولين الروس، الحديث عن الحرب العالمية الثالثة واستخدام النووي ويعني كل التصريحات المتطرفة تلك،
وعندما يتحدث ماكرون عن يعني عن هذا المبدأ الذي يبدو منطقيا، لأنه جرى تجريب العديد من الحلول الدبلوماسية أو الجهود من أجل وقف الحرب وهي لم تنجح، فلماذا حلال على الروس حرام على الفرنسيين؟ نعم، يعني هناك عدة نقاط أجيبك بها وليس نقطة واحدة. أولا، روسيا لم تهدد بالنووي، قالت في إذا ما تعرض وجودنا للخطر. كيف ميدفيديف قالها كذا مرة للنهاية، يعني أمر طبيعي، أمر طبيعي. ميدفيديف أيضا له رأي، كما لدى طبعا سياسيين في ألمانيا وفرنسا. بيربك يوميا تتحدث وتقول سوف نهزم روسيا. طيب وأين هزيمة روسيا؟ إذا أعتقد يعني نحن كلنا لا نريد طبعا هذه أن نصل إلى حرب عالمية ثالثة، فهذه مدمرة للجميع، لن تبقى فرنسا أصلا، يعني عن أي حديث يتحدث ماكرون. ولكن أعتقد هذا كما قلت لك بداية، حديث ماكرون عن أنه سوف يريد أو سوف يمكن أن يرسل جنود إلى أوكرانيا، يعني أعتقد هو تصريح مع الاحترام تصريح غبي، يعني هذا رأيي الشخصي. أما لماذا؟ يعني كم عدد الجنود؟ لماذا تصفه بهذا الوصف أستاذ نزار؟ يعني بالنهاية فرنسا يعني من أقوى الجنود في العالم. يعني لدي لا خليني يعني لا يعني فعلا إذا ما أرادت فرنسا أن تفعل تنفذ هذا القرار أستاذ نزار، يعني هي بالفعل يمكن أن تغير معادلة، لأنه من أقوى الجيوش في العالم، لديها مصانع أسلحة، لديها لن تغير طائراتها. أنا أجيبك صديقي، الحديث عن 2000 أو 3 أو 4 أو 5000 جندي، ماذا سوف يغيرون في المعادلة في على أرض الواقع؟ هذا واحد. ثانيا، الأرض الأوكرانية صعبة جدا بالمناسبة، غابات وسهول وإنهار وإلى آخره، كيف سوف يقاتل؟ غير مدروسة بالنسبة للجنود الفرنسيين أو القادة الفرنسيين، يعني هناك صعوبة جمة، يعني يمكن أن يغرقوا هناك في أرضهم الفرنسيين. أما عن الحديث عن 5000 10000 لن يغير شيء يا أستاذ، لن يغير شيء. ولكن إذا تحدثنا عن 100000 عن 50000، عندها نذهب إلى حرب عالمية ثالثة لا شك، لأن روسيا سوف تستخدم سلاح آخر حقيقة. ولا نتحدث عن السلاح النووي، لا تتحدثون، يمكن هناك غير السلاح النووي، أنتم تعرفون، كلنا نعرف ذلك. فأعتقد عفوا أخيرا تسمح لي، يعني التصريحات، وأريد أن أذكر بما قاله الرئيس بوتين منذ أيام، يعني قال نريد لفرنسا أن تلعب دورا إيجابيا وحتى دور الوسيط، ليس روسيا ليست ضد فرنسا، ولكن من هو الذي يتحدث بهذه لا أعرف، الشراسة، الغباء، الحماقة، يعني كلها الآن هذه الصفات، يمكن النرجسية، يعني هذه كل الصفات اللي ممكن أن نقول عن حديث ماكرون. يعني هو لا يفعل شيء، لن يستطيع إرسال، لأن إرساله إلى هذه إلى أوكرانيا، إرسال جنود، يعني نهايته في داخل فرنسا، الفرنسيون لن يقاتلوا من أجل أوكرانيا. نعم، طيب سيد بيير في ليون، تصريحات الكريملين، أنا أريد أن أسألك عن نقطة أخرى، عندما تهاجم ماكرون بسبب تحول موقفه ودعوته ربما إلى أن تكون أوروبا أقوى في التصدي للهجوم الروسي في أوكرانيا، هذا هجوم الكريملين أو هجوم روسيا على ماكرون، ألا يخدم ماكرون؟ قد يخدم أوروبا بوجه عام، لأن هناك إشكالية مطروحة منذ زمن بعيد، وهو غياب نظام دفاعي أوروبي. وفي هذا المشروع أساسا، والذي في الحقيقة كان قد لفت إليه الجنرال دوغول، ماكرون من القياديين الذين بيدهم استخدام الأوراق للدفع بهذا المشروع قدما. نعم، لا يمكن دولة وحتى يعني دولة. ولكن هل يمكن أن يحدث ذلك أستاذ بيير، يعني يعني أن تخرج فرنسا عن العباءة الأمريكية، أو تخرج أوروبا بالأحرى ككل من العباءة الأمريكية البريطانية؟ هذه إشكالية أساسية، أنت تعرف بأن الجنرال دوغول حاول ذلك. صحيح، حاول وأخرج فرنسا من منظمة حلف الشمال الأطلسي، ثم نيكولا ساركوزي أعاد فيه. فأعتقد أن الملفين منفصلين، يعني منظمة حلف الشمال الأطلسي شيء، وإنشاء نظام دفاعي
أوروبي شيء آخر، خاصة بعد دعوة ترامب للدول الأعضاء في حلف الشمال الأطلسي للالتزام بنصيبها من التمويل. أنت تعلم بأن هذه الإشكالية ونحن على أبواب الانتخابات الأمريكية يطرح فعلا مسألة استقلالية أوروبا الدبلوماسية، ولكن أيضا استقلاليتها العسكرية، وهذه مسألة عويصة جدا. وأعتقد بأن إذا كانت هناك فرص للمضي بالموضوع قدرا صحيح، أنا معك مثل هذه التصريحات التي لا يمكن نسبها إلا إلى التصعيد الكلامي، تصريحات بوتين يمكن أن تخدم مشاريع إيمانويل ماكرون والقدر الأوروبيين على المدى البعيد. صحيح، سؤال جيد. طيب، على المقلب الآخر في روسيا سيد نزار، يجعلنا الأمر يعني القيادة الروسية ليست يعني حسنة النوايا دائما في عندما تهاجم الرئيس إيمانويل ماكرون وتقول إنه القائد الأوروبي الأكثر تطرفا في أوروبا. ألا تتعمد هي بهذا أن تفصل أوروبا عن العباءة الأمريكية أو عن الدعم الأمريكي، أو أن تعزز الانقسام دعنا نقول بين دول حلف شمال الأطلسي، لأنها تدرك كما ذكرت هذه النزعة لدى ماكرون الآن، وبالتالي هي تسعى من خلال الهجوم على ماكرون أن تفصله ربما أو تعمق الخلاف بين فرنسا وبقية دول الحلف؟ لا أعتقد من وجهة نظري أن روسيا وصفته كما يجب، أنه فعلا الأكثر تطرفا بتصريحاته. نحن نتحدث عن تصريحاته، فلا يوجد ولا زعيم أوروبي، رغم أنهم كل أغلبهم يعني أغلبهم أنا أتحدث يعني كانوا متطرفين تجاه روسيا، ولكن ليس بهذا الشكل. لم يتحدث أحد من هؤلاء الزعماء عن إرسال قوات إلى طبعا أوكرانيا سوى ماكرون. فلماذا في هذا الوقت والتوقيت تماما؟ وطبعا وماذا يريد ماكرون؟ وأريد أن أنوه إلى أمر مهم جدا. أعتقد حتى اقتصاديا لا يستطيع ماكرون إرسال طبعا قوات ضخمة إلى فرنسية إلى طبعا أوكرانيا. فكل المساعدات الآن التي تريد فرنسا تقديمها لأوكرانيا لا تتجاوز 30 مليون دولار، بينما مثلا ألمانيا وصلت مساعدتها إلى 50 مليار دولار، مثلا بريطانيا، مثلا أمريكا أكثر من 70 إلى 80 مليون مليار دولار. إذا فرنسا حتى اقتصاديا لا تستطيع. أما هذه طبعا التصريحات العدائية ضد روسيا، لا أعرف يعني ماكرون ماذا يريد منها، ماذا يريد منها؟ نريد أن نسأله فعلا ماذا يريد. هناك كما قلت وجهة نظر، تبقى وجهة نظر أن لديه مشاكل كثيرة في الداخل الأوروبي، في الداخل الأوروبي وفي داخل فرنسا أيضا، وفي داخل فرنسا، ويريد أن يلفت أنظار الأوروبيين إليه، ويقول فرنسا تستطيع قيادة أوروبا ضد روسيا. وأعتقد أنه اعتقد أن بتصريحاته سوف يمتلك أو يحصل على شعبية أوروبية وفرنسية، وبالتالي يمكن أن يصبح القائد العظيم الذي يمكن أن يواجه روسيا، حسب طبعا ما يفكر وحسب اعتقادي الشخصي طبعا. نعم سيد بيير، هل يعني ما الذي حصل عليه ماكرون من التحول في سياسته في التعاطي مع الحرب الأوكرانية؟ يعني هل حصل على الشعبية التي يتحدث عنها ضيفي من موسكو، أم ربما العكس؟ أعتقد أنه انطلق هو من قناعة أن فرنسا تتميز بخط دبلوماسي ثالث، ولكن أن هذا الخط، وقد أدرك بأنه يتعطل، أصبح حاول أن يأخذ مسلك انفرادي وأن يكون السباق إلى توجه اعتقد أن باقي القادة الأوروبيين سيتبعونه. أنا أعتقد بأن حشد الدعم الشعبي لا، لأن فرنسا ليست مستعدة لإرسال جنودها، أنت كما تعلم. نعم. في لماذا سيد بيير بشكل مباشر، هل تراجعت شعبية الحرب الأوكرانية أو الدعم الفرنسي أو الأوروبي
لأوكرانيا؟ على مستوى المواطنين، على مستوى الشعب، نعم أعتقد خاصة أن هناك المعارضة تحاول أن تراهن على هذه المسألة الانتخابات الأمريكية ولوبين وأيضا مينوشون، يعني أقصى اليمين وأقصى اليسار، وهناك من يتجه أكثر إلى التركيز على السياسة الداخلية الفرنسية وليس على السياسة الخارجية. أنا أعتقد بأن النوايا الدبلوماسية الخارجية والسياسة الخارجية تعتبر من باب النوايا الحسنة على مستوى الرأي العام، ولكن الرأي العام ليس مستعدا، وأنا أجيبك مباشرة، على صرف نظره أكثر عن مشاهد فرنسا الداخلية. وأعتقد بأن المعارضة ستستغل هذه المسألة مثل ما استغل دونالد ترامب أيضا المسألة بخصوص الرأي العام الأمريكي. أعتقد بأن الآن قد نتجه من الشعبية إلى الشعبوية إن لم يتم تدارك الموقف والدفع بخطة أكثر. سيد بيير، أريد أن أسألك الحقيقة كذلك أيضا، هذا شعبيا لكن سياسيا، أو العلاقة مع الزعماء، نعم نعرف جيدا أنه القوة الأقرب هي ألمانيا، يعني هذا التوجه الجديد لإيمانويل ماكرون ضد روسيا كيف ينعكس على العلاقة الفرنسية الألمانية خصوصا؟ أنا قلت لك نعم في بداية المقابلة أشرت باقتضاب إلى موقف شولز، وشولز يعني المستشار الألماني، هو المستشار الألماني يعارض فكرة جنود معارضة تامة، وهو لا يعارض تقديم الدعم لأوكرانيا أو تقديم السلاح، ولكن أعتقد أن هذه الخلفية، خلفية الحرب في أوكرانيا، قد تعزز من اتفاق من الشرق بين فرنسا وألمانيا. وأيضا هذه نقطة يجب أن ينتبه إليها الرئيس الفرنسي، لأن ألمانيا ليس مجرد منافس دبلوماسي ولكن منافس الاقتصادي المباشر لفرنسا. وأعتقد بأن كان هناك اجتماع بين ماكرون وشولتز من أجل رد الصدع بينهما وبين تصريحاته. وبالتالي أنا أعتقد، ولا أستغرب في إن كنا نجد يعني فرنسا وألمانيا تسيران نحو الحديث بصوت واحد، وأن يتراجع إيمانويل ماكرون عن هذا الكلام التصعيدي. طيب. بسبب كلام يمكنك التصعيدي أيضا في موضوع غزة عندما تحدث. نعم سيد نزار، أختم معك في أقل من دقيقة لو سمحت، ماذا لو لم يتراجع إيمانويل ماكرون، ماذا ستفعل موسكو؟ يعني لو لم يتراجع، وتحدث طبعا الكرملين وقال إذا أرسلوا طبعا قوات فرنسية أو أي قوات ليست فقط فرنسية إلى أوكرانيا لمحاربتنا سوف تكون هدفا مشروعا لنا وسوف ندمرها، فهذا أمر طبيعي. فأعتقد ماكرون يعرف ذلك وشولتز يعرف ذلك، وماكرون لا أعتقد أنه سوف يغامر ويرسل قواته إلى الموت في طبعا أوكرانيا. عدا ذلك لا أعتقد أن الشعب الفرنسي سوف يترك ماكرون طبعا يذهب إلى هذه المغامرة. أشكركما شكرا جزيلا ضيفي الكريمين من موسكو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة العلوم الإنسانية في العاصمة الروسية نزار بوش، ومن ليون في فرنسا الأكاديمي والباحث السياسي بيير لوي ريمون.